ورجعنا لكم تاني بعد الاستراحة مع فقرة الصحة والرشاقة، الفقرة المحببة لكتير من المشاهدين واللي بيتعرفوا من خلالها على أسرار الجسم الصحي وإزاي يحافظوا عليه. أوقات كتير بنلاقي شخص كان رفيع أو جسمه كويس فجأة طلع له بطن أو زي ما بنسميه كرش، سواء لراجل أو سيدة، وأحياناً بنبرر ده انه قولون او انتفاخ او مشكله في الامعاء، لكن بعد فتره بنلاقي انه الكرش ده مش بينزل، وده اللي بيخلينا نتاكد انه مش قولون. مش بس بنبقى عارفين السبب، علشان كده منوراني النهارده في الاستوديو ضيفتي دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارم. اهلا بيك يا دكتور. هتكلمينا عن ايه النهارده؟ عن الكرش. عن الكرش يا مامي، دي حاجه وحشه قوي. طيب ماشي، احنا بقى الكرش ده ممكن يكون عند السيدات بالزبط. اعتقد انه بالبطن بيسمى بالبطن السفليه، صح كده؟ تقريبا وعند الرجال كرش. كرش هو كرش هو كده، احنا ما عندناش كرش خالص. الحمد لله. طيب قولي لنا بقى، فعلا المشكله دي لما بتبدا حقيقي بجد، ويبقى ساعات في ناس مش واخده بالها منها، يعني مش واخد باله، بس فجاه يحس بعد فتره كده ايه ده، لا بطنه بقت ظاهره، على الرغم ان هو بيتابع نفسه كل يوم. طب ايه الاحداث دي بتحصل فجاه وازاي؟ ايه الاخطاء اللي احنا بنقع فيها ممكن تخلينا نوصل لمرحلة الكرش ده؟ تمام، هو ليه تفسير علمي. يعني ممكن ناس كتير تبقى مثلا، يعني المعلومة دي هتعتبر أول مرة تعرفها. إيه هي؟ إن إحنا عندنا في جسمنا دهون كويس. حاجة اسمها بتتصنف لفاتي أسيد، اللي هي دهون أمينية. في حاجتين في جسمي، حاجات اسمها essential ونون essential، يعني دهون مهمة في جسمي الجسم لازم يعني أدخلها له، يحتوي عليها وتدخل، ونون essential مش مهمة بس جسمي بيعرف يصنعها كويس أوي. فأنا عندي حاجتين لازم يبقوا موجودين في النظام الغذائي بتاعي وادخلهم جوه جسمي، اسمهم ايه؟ الاوميجا 3 والاوميجا 6. كويس، دول لازم يبقوا موجودين. انا دلوقتي لو انا ما اكلتش بقى اكل صحي، مع الرغم ان انا ممكن اكون باكل اكلات قليله جدا، او في ناس مثلا تقول لك يعني باكل مره في اليوم او ما ياكلوش اصلا غير فاكهه، حاجات كده بسيطه قوي، بيبقوا فاكرين ان هم كده هيخسوا. طبعا كده مش هيخسوا، وما هيؤدي الى كوارث في الجسم هنعرفها دلوقتي. ايه هي؟ ان انا دلوقتي بعد فتره الجسم بيبدا يشتكي، زي ما احنا قلنا مثلا لما بنعمل دايت قاسي الشعر بيبدا يقع، حاجات بتحصل اعراض صحيح. فساعتها الجسم هيبدا يشتكي ان هو محتاج الاوميجا 3 والاوميجا 6 دول ومش لاقيهم في الاكل. هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا الكبد عندي يصنع دهون، ان الكبد هو اللي بياخد القيمه الغذائيه من الاكل ويبدا يوزعها على الجسم كله. فلما هو يحس يبدا يلاقي ان انا جسمي دلوقتي في حاجه انا مفتقدها، خلاص انت مش عارف تديني الاوميجا 3 والاوميجا 6 من بره، انا هبدا اصنع حاجه شبهها تقريبا. فهيبدا يصنع دهون، الدهون دي هي اللي بتتراكم على الكبد عندي. وهو فاكر الجسم ان هو بيصنع الاوميجا 3 دي، بس هو مش بيصنعها، هو حاجه هو بيصنع لي الكرش. هو دي الحقيقه، لان الدهون ديت بتفضل تتراكم، الكبد عمال يصنع دهون فاكر ان دي الاوميجا 3 والاوميجا 6، بس الحقيقه ان مش هي دي الاوميجا 3 والاوميجا 6. معلومه مهمه على فكره يا دكتور مي قوي. بالظبط. فهيبدا ايه؟ انا هيبدا يراكم الدهون على الكبد، مره في الثانيه في الثالثه هلاقي بطني بدات تعلى سنتي، في اثنين في ثلاثه عملت عندي كرش. الكرش ده احنا بنسميه ايه؟ كرش الزيتونه. يعني واحد يبقى رفيع وتلاقي عنده كرش حته كده. ايوه، واحنا مش فاهمين طب انت ازاي، ما انا تمام، انا جسمي مظبوط وما فيهوش اي حاجه، الكرش ده ليه؟ عشان ده عرض غلط، الجسم يبدا يحاول يفهمني ان انت مش مديني الغذاء اللي انا محتاجه. طيب الحل بقى، هنبدا يعني نقلل الكرش دوت ازاي؟ ان انا بقى هو كده ممكن يبقى عنده مقاومه انسولين يا دكتور مي؟ هي دي مقاومه انسولين نوع من انواع برضو ان انا يبقى عندي كرش، بس الاكتر احنا مثلا بنتكلم لو حد يعني جسمه يعني كويس وعنده كرش وهو مش فاهم فيه ايه. فانا جسمي مفتقد لفيتامينات مهمه جدا، لازم احطها في النظام بتاعي كويس. فساعتها لو انا بقى بدات اهتم الاوميجا 3 والاوميجا 6، للاسف انا جسمي مش بيصنعها. عشان كده انا لازم اديها له في النظام الغذائي بتاعي والاكل اليومي بتاعي، عشان الكبد بقى لما يلاقي ان انا اديته اللي هو محتاجه، هيبدا بقى ايه؟ الدهون اللي اتخزنت واتجمعت على الكبد دي هتبدا تقل، بالتالي الكرش دوت هيبدا يروح مره مع الثانيه، ومش هيبقى عندي الكرش ده موجود. طب الكرش ده ممكن يبقى انواع فعلا؟ يعني بيختلف من راجل لست؟
بيختلف. او زي ما انا قلت حضرتك مثلا ده كرش احنا بنسميه كرش الزيتونه، ان حد رفيع مثلا وتلاقيه عنده بطن اللي هي عارفه هيك البطن العاليه ديت البارزه، في ناس تانية بتبقى البطن متراكمه شويه، بطن سفليه، في بطن مثلا مع الجناب، في انواع طبعا على حسب أنواع. بقى طريقه الاكل وكمان بتبقى فيها نسبه كبيره جينات الشيب بتاع الجسم. لو في حد في العيله كده الام بالظبط. الجد مش عارف ايه، الحاجات دي بتفرق برضه اكيد طبعا. طيب انتوا كشركه بقى بتعالجوا تراكم الدهون في منطقه الكرش دي ازاي؟ عن طريق اكيد طبعا الكورسات بتاعتنا، ان الكورسات احنا كنا حريصين جدا تبقى فيها مواد ان هي طبعا يعني مش عايزه اخس كلي، بس واحد عنده كرش يعمل ايه في الكرش تمام. ده؟ في حاجات في كورس كتير مناسب للكرش بس؟ بالظبط. والله هي بتبقى اكتر بقى الكرش مع الارداف، لان طبعا يعني دول ياخد المنطقه دي. اقرب منطقتين للجهاز الهضمي. اوكي. فطول ما انا باكل اكل مش صحي الدهون بتتراكم في المكانين دول، البطن تمام والارداف. كويس. فاحنا عندنا حاجات طبعا زي مثلا الكبسولات، عندنا الكبسولات دي فيها ماده اسمها الكارنتين. في ناس كتير بتبقى فاكره ان الكارنتين ديت ماده، ان دي ممكن اجيبها اقراص، بس هم فاكرين ان دي ماده كيميائيه. بالعكس، هي دي مش ماده كيميائيه، لان انا جسمي اصلا فيه الكارنتين دوت، جسمي بيصنعه، فدي حاجه سيف. فطالما جسمي بيصنعه فدي حاجه اكيد امنه. امنه ليا. بس احنا بنديها بطريقه بجرعه مكثفه شويه، بساعد ان دي بتعلي الحرق عندي اوكي وبتراكم بتزود يعني حرق الدهون في البطن والارداف. حلو. فاحنا بنديها في كبسولات عشان نزود، لان في ناس ساعات الكارنتين النسبه دي بتبقى قليله عندهم في الجسم. فطول ما احنا بنديها تحت اشراف طبي، عشان كده احنا عندنا في شركه اون تارجت فارما بنقول لازم لما بنطلع الكورسز لازم الدكتور المختص هو اللي يتابع مع الحاله على حسب كل حاله ليها دكتور مختص في المجال ده، صح بالظبط. كده؟ تمام. وكمان ان انا لما مثلا هدي حد الكبسولات ديت، فانا لازم بقول له على الجرعه اللي هو هياخدها. ما ينفعش مثلا حد ياخد كبسولتين في يعني الناس ممكن تقول طب انا ازود الجرعه، لا ما ينفعش يزود من نفسه. لا طبعا، عشان كده احنا بنطلع طبيب يقول له. بالظبط. الكورس تحت اشراف طبي من حد من دكاتره من الفريق عندنا، وهو اللي بيتابع معاه وهو اللي بيحدد له الجرعه وبيحدد له طبعا كمان النظام الغذائي. كويس. يعني زي ما قلت لحضرتك مثلا الكرش دوت مثلا ممكن تكون من اعراضه نقص عندي فيتامين اللي هو الاوميجا 3 والاوميجا 6، فانا لازم ساعتها احطه له في النظام الغذائي مع الكورسات، مع ان احنا بندي بقى الكرانتين، حاجات تزود الحرق، حرق الدهون بالذات اكتر. حاجات مثلا في زي الاناسيليوم، الاناسيليوم دي برضو عباره عن سيليوم هاسك، زي الياف طبيعيه. الالياف ديت فيها ان هي بتحب الميه، فاحنا بنحطها على نص كوبايه ميه قبل وجبه الفطار او الغداء وبشربها، فبتديني بتفضل تنفش كده يعني على قد ما تقدر لحد ما تشغل حيز كبير جدا في المعده. فدي بتحسسني بالشبع، الى جنب ان هي فيها برضو الالياف ديت ان هي بتعمل فيها مينرالز، معادن مهمه جدا لجسمي، زي مثلا المغنيسيوم والصوديوم، والاثنين دول بينشطوا حركه الامعاء عندي. فاي حد عنده مشاكل في القولون برضو دي بتساعد على تنشيط الامعاء، بتنظف اصلا، بتعمل زي ديتوكس للجسم، بتساعد على انه الناس اللي بتعاني برضو من الامساك ومشاكل القولون. انها الياف طبيعية. بالظبط. الالياف هايله اكيد. ما هي الالياف دي برضو في ناس تقول طب ما انا عندي الالياف ممكن اخدها من اي خضار حاجه تانية. بس كل حاجه ليها الجرعه المكثفه. وحاجه بقى قلنا ان دي السعرات بتاعتها مختلفه عن السعرات من المصدر اللي احنا ممكن ناخدها في الطبيعي اكيد. يعني اي حاجه انا مثلا يعني ممكن احنا نقول الفاكهه، طب ما هي دي سكر طبيعي فيها فيتامينات، هتزيد عن السكر حدها. بالظبط. لو خد عنبتين بس اتنين دي عنب حقيقه السكر هيعلى جدا. فدي طبعا ما فيهاش سكر، مع ان الاناسيليوم طعمه حلو عشان هو اصلا بتعمل الاناناس، عشان برضو حريصين كنا على الاطفال اللي بتعاني من مشكله السمنه ان هي برضو نقدر ان احنا نخسسهم بشكل طبيعي وبشكل امن جدا. فهو بيتاخد كانه عصير اناناس. وفي كمان ماده اسمها برومالين، الماده دي بتحرق الدهون الثلاثيه اللي هي دي اخطر انواع الدهون اللي ممكن تكون موجوده في الجسم. صح. ولازم جسمي يتخلص منها بسرعه. فاحنا عندنا بنقدر نحرق الدهون المتراكمه في البطن والارداف بطريقه امنه جدا بشكل فعال وبشكل ما يضرش الجسم، لان هي اصلا الحاجات دي كلها جوه جسمي اصلا، زي الكرنتين، الفيتامينات هي موجوده، بس في ناس بيبقى عندها نقص في الفيتامين ده، فاحنا بنزود الفيتامينات. احنا مش طول الوقت بناكل اكل مهندم قوي يعني. اكيد. طبعا. خلينا ننزل الاول الصفحات عشان لو لسه حد داخل في فقرتنا دلوقتي. نقول الصفحات اللي اون تارجت فارما خاصه بيهم للتواصل معاهم من خلال اصدقائنا، وبعدين نستكمل حديثنا مع دكتور معي. في صفحه رئيسيه اكيد، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك. والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك برضو، والاوفيشال بيج بتاعتنا اون تارجت فارما على الانستجرام. هايل. وطبعا الارقام اللي ظاهره على الشاشه يقدروا يتواصلوا معانا مكالمات او الواتساب.
طيب نرجع بقى نستكمل. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن السيدات وعن الرجال، بس بقى في كمان ظاهره برضو بنلاحظها يا دكتور مي، يعني ما شاء الله الولاد لما بيبداوا في سن البلوغ تحسي كده الولاد بيبقوا يعني مرحله اللي هي خمسه ابتدائي وطالعين، انت طالعه تلاقي ساعات الولاد ما شاء الله اجسامهم بتتغير، تمام. بيبدا بقى يطول، في منه بيملى شويه، ايوه طبعا تغييرهم هرموني، وبعدين بنلاحظ برضو يطلع له بطن، فيقول لك ده الطفل بس عنده كرش. هل التعامل من خلال الكورسات بتاعتكم دي آمنة بالنسبة للأطفال؟ أكيد طبعا، إحنا عندنا الكورسات كلها آمنة من سن 3 سنين للأطفال، لأن في أطفال كمان أصغر من المرحلة العمرية اللي حضرتك اتكلمتي عنها بتعاني من السمنة، في أطفال من 3 سنين 4 سنين يعني بيبقى عندهم سمنة والولاد مش قادرين يمشوا، في كمان أطفال بتبقى عندهم مشاكل في العظم، مثلا في أطفال بيبقى عندها في الرجلين المشي بتاعهم، فده السمنة بتزود المشكلة عندهم، فساعتها بيبقى لازم طبعا الحل الأول إن هم يخسوا وبعديها يبدأوا بقى يروحوا لدكتور عظام، هو بقى اللي يكمل معاهم الحاله لو عندهم مشكله في العظام. طب انتوا كشركه بقى بتتناول الحاله دي بتاعت الطفل ازاي؟ طبعا الطفل صعب انك تقولي له خس، صعب انك تقولي له ما تاكلش، صعب انك تقولي له ما تاكلش ده وما تاكلش ده، بيبقى صعب حقيقي وبيبقى صعب على الام اكتر طبعا. فقولي لنا بتبداوا تاخدوا بقى حاله الطفل ده او الحاله اللي بتيجي بتبداوها ازاي معاكم؟ يعني انا اتصلت دلوقتي اهو، الو الو ايوه مين معايا؟ دكتور مي انا حضرتك. حالتي كذا 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 كذا، تمام. سالتوني كل الاسئله اللي انتوا المفروض تسالوها لي، بعد كده الخطوه اللي جايه بتبقى ايه؟ احنا طبعا الام هي بقى اكيد اللي بتتواصل معانا، احنا بنبدا بقى نعرف يوم الطفل هي بتاكله ايه من اول ما بتصحى لحق مثلا بيروح المدرسه او لسه في المرحله اللي قبل المدرسه، ايه نظام اليوم بتاعه، اكلاته عباره عن ايه، فبنبدا نعرف. بنرشح لها طبعا كورس الاناسيليوم، لان هو زي ما حضرتك قلتي الطفل ما هو اصلا مش فاهم، هو مش فاهم يعني ايه دايت، يعني ايه نظام غذائي، يعني ايه اكل صحي. هو الاطفال دايما طبعا عندنا احنا عايز يطلب الحاجات مكرونه رز طبعًا. الحاجات اللي هي السريعه ديت، فانا مش هقدر مثلا يبقى طفل قاعد على السفره واحنا كلنا الاسره متجمعه لا انت ما تاكلش او احط له مسلوق لا احنا بنحط له نفس الاكل بتاعنا، بس احنا طبعا بنوجه الام ان هي تطبخ باكتر طريقه صحيه كويس. تبعد عن بقى الزيوت الحاجات المصنعه الكلام ده كله، مع ان احنا بنقول لها الكورس هو ده اهم حاجه بالنسبه للطفل، يعني احنا بنعتمد مع الاطفال ان الاساس بتاعنا بيبقى هو الكورس، بنديهوله زي ما قلت حضرتك ان هو بطعم الاناناس، وكمان مش بنقول له ان ده دواء، لان الاطفال لما يعني واخده فكره ان ده دواء يعني دكتور يعني انا عيان، تبدا ان هي ايه الطفل يدخل في حاله عنده ممكن يبقى عاجبه وما يبقاش عايز ياخده، فاحنا مش بنفهمه، احنا بنحطهوله على اساس ان هو عصير بياخده بيبقى مبسوط، بيبقى طعمه مستساغ ليه يا حبيبي، طعم الاناناس هو فعلا بيشرب عصير اناناس فهو بيبقى مبسوط فاكر ان ده عصير، بعد كده هو هيحس ان هو شبعان بنحط له نفس الكميه، هو نفسه معلقه اتنين هو مش قادر يكمل فهو هيبدا بقى بعد كده نقنن له بقى بالظبط، بس بالطريقه انه ياكل كله، بس اكيد احنا مش حرمناهوش، احنا حطينا له الطبق بقى هو اللي مش عايز يكمل الطبق كويس. من في اطفال كان بتجي لنا مثلا عندها شراهه نشويات شراهه حلويات بالظبط، او ده دليل برضو بتبقى ثقافه الاب والام مش مفهمين الاطفال ده، او الطبخ بقى احنا بنطبخ بحاجات مش صحيه، ممكن تبقى اسهل حاجه اللي يقول لك انا مش انا ما بعملش الموضوع ده خالص اتعلمت عشان هي ما اكلت مكرونه كلنا بنحبها فهي دي اللي احنا بنتعامل بيها مع الاطفال، ان بيبقى الكورس هو ده الاساس بتاعنا، مع بقى شويه تعليمات مننا للام ايه تطبخ ايه تاكله ازاي حاجات صحيه، المواعيد اهم يعني حاجه، يعني انتوا كمان نسبتوا لها ثقافه جديده في التغذيه تعرف ازاي تتعامل أكيد. فيها مع ما احنا بنتابع معاها اونلاين بقى وبنعرف بنقول لها النظام الغذائي طبعا المتابعه بتبقى مجانيه مع الكورس، فبنبدا بقى نقول لها ايه الاكلات والمواعيد، المواعيد دي بتبقى اهم حاجه لان انا لازم افهم جسمي بيفهمني أيوة. بيفهم انا باكل امتى اكد لنا عليها او بالظبط، فانا ما ينفعش انا اصلا يعني ربنا خلقنا مش عشان ان احنا طول الوقت نفضل ندخل له اكل، زهقانين بناكل نايمين بناكل قرفانين بنطلع غلنا في الاكل صحيح. لا انا لازم ادي جسمي راحه يعني عشان كده احنا لما بننام بتلاقي وظايف الجسم كلها بتبقى بتهدى بننام الهرمونات بتتفرز صح، حتى دايما يقول لك الاطفال لازم يناموا بالليل بدري, بدري. عشان الهرمونات بقى النمو والحاجات دي كلها تطلع الكالسيوم يتفرز بالليل كويس في النوم بالظبط، فانا لازم ان انا في فتره كده في اليوم اهدي جسمي واوقف اكل شويه، اعرفه ان انا هنا هادي انا فتره سكينه دلوقتي بالظبط، لان في الفتره دي الانسولين اللي هو السكر في الدم هيقل الانسولين هيقل، فطول ما الاثنين دول متوازنين كده مع بعض انا جسمي ساعتها هيبدا يحرق من الدهون الداخليه كويس قوي، فاحنا لازم نفهم الام ونفهم الناس ان احنا لازم في وقت مش هنقول له ما تاكلش بس اللي هو ايه خلاص دلوقتي مثلا ممكن نعمل له يشرب مثلا حاجات سخنه يشرب قول لنا بقى السؤال ده مهم ايوه اتفضلي، هل فعلا في مشروبات ساخنه
بتنزل دهون البطن، هنشوف دي حقيقة ولا لا. اه اكيد طبعا بجد؟ في حاجات بتزود الحرق. عند مثلا الشاي القهوه الخضراء، عندنا مثلا القهوه الخضراء دي برضو من المنتجات بتاعتنا اللي بنحطها في الكورس الاناسيليوم، في بطعم البندق وبطعم الموكا. دول بقى بتعمل ايه القهوه الخضراء؟ طبعا كلنا بنبقى واخدين فكره بس ان هي مثلا ايه بتشبع او بتملا، بتحسسني بالشبع مش ببقى جعانه. هي لا، هي اه بتحسسك بالامتلاء ان انت مش عايزه تاكلي، وكمان بتحرق من الدهون الداخليه بالذات الدهون اللي في البطن وفي الارداف بشكل هايل جدا. لان زي ما انا لسه قايله لحضرتك، طول ما السكر والانسولين متعادلين وقليلين في الجسم هيبداوا يحرقوا. فالقهوه الخضراء فيها ماده اسمها كلوروجينيك اسيد، الماده دي هي اللي بتظبط لي النسبتين مع بعض. هايل. فبالتالي الحرق عندي بيتضاعف كمان. ليها تايم بقى ناخدها فيه دي يا دكتور مي؟ هو احنا ممكن نحطها مثلا، بس طبعا القهوه الخضراء دي مش تبقى للاطفال، لا يعني هتبقى ماشي للكبار. ودي امنه طبعا للمرضى السكر هايله جدا، لان في ناس فاكره ان السكر او الضغط القهوه الخضراء بتعلي الضغط، بالعكس هي بتظبط مستوى السكر وكمان بتظبط نسبه الضغط. والقهوه العاديه جداً. القهوه العاديه في ناس بتاخدها، هي دي فيها نسبه كافيين عاليه فهي بتعلي الضغط. فاحنا بس ممكن لو فنجان في اليوم، لو فنجان في اليوم مش هنقول لا. اه تمام، بس يبقى من غير سكر يعني. ايوه من غير سكر ساده او بسكر الدايت. سكر سيسل برضو عندنا. ايوه فاحنا دي اهم حاجه، ان القهوه الخضراء دي تنفع لكل الناس. ممكن اشربها من مرتين مثلا في اليوم كسناكس بقى بين الوجبات، مع مثلا تفاحه مثلا مكسرات. دي بتبقى وجبه سناكس مشبعه جدا، وكمان في نفس الوقت انا كده بزود الحرق اكتر. في كمان مثلا حاجه من المشروبات السخنه عندنا المورينجا. المورينجا دي من الحاجات الهايله جدا اللي للاسف في ناس كتير قوي مش عارفين ايه هي المورينجا. يعني المورينجا دي احنا بنسميها، هي عشبه نبته طبيعيه بنسميها شجره المعجزات، لان هي فعلا بتعمل معجزات في جسمي. يعني ليها فوائد كتيره جدا، اهمها اللي احنا طبعا كلنا بندور عليها ان هي بتحرق الدهون. كويس. طبعا واكتر حاجه احنا بنبقى عايزينها دهون البطن والارداف، لان دايما الدهون تبقى متراكمه اكتر في المنطقه دي. هي ديت مع الجرين كوفي بتزود الحرق جدا. بعد فتره لما ننتظم عليها مع الكورس دي، طبعا بتبقى ضمن الكورس بتاعنا، بنلاقي توقيتات معينه وتبادل اكيد. اه ما هي دي احنا بقى بنتابع مع كل حاله، بنقولها مثلا القهوه الخضراء تشربيها امتى، المورينجا امتى، الكبسولات امتى. فهو بيبقى كورس متكامل، بحيث ان انا زودت الحرق، زودت احساس الشبع، هي مش حاسه ان هي جعانه وبتاكل اللي هي نفسها فيه، خسينا في وقت قياسي، مش حفظنا. هتنزل تروح لعياده الدكتور تقعد بالساعات لا علشان لا خالص تعمل متابعه؟ أو لا. صح كده؟ احنا معاهم اونلاين. دي حاجه حلوه على فكره، يعني أكيد. هي فكره حقيقي حلوه ان احنا ناس كسوله شويه، شعب ساعات لا هو بس الظروف الحياه اللي مخليه مش كل الناس تقدر تعمل ده الحقيقه. وفي ناس كمان بتبقى غصب عنها، او الناس الكبيره في السن برضو بيبقى المشوار بالنسبه لهم صعب. حبيبتي بتتعب طبعا. فاحنا بنقدر بنوفر لهم المتابعه ديت، وبنبعت لهم الكورس طبعا. واي حد بقى احنا يعني لحضرتك، عشان انا بحب اطلع مع حضرتك جدا، اي حد هيطلب الكورس ليه الشحن هيبقى مجانا مع تبع الشيف عظيمه. تبع الشيف عظيمه يا جماعه، الشحن مجانا. أيوة. النهارده كادو علشان طيب تسمحي لنا دكتور مي نستعرض الصفحات عشان نقول لكل اصدقائنا اللي حابين ينزلوا دهون الكرش والبطن. أيوة. يتواصلوا ازاي من خلال عن طريق الارقام واتساب او مكالمات، وعن الاوفيشال بيجز بتاعتنا الرئيسيه. ايوه اون تارجت فارما على الفيسبوك. تمام. والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك برضو. تمام. والاوفيشال بيج بتاعتنا على الانستجرام اون تارجت فارما. وفي برضو صفحه اعتقد الانستجرام لدكتور نهال، صح كده؟ هي موجوده. دكتور نهال برضو هيلاقوها على الفيسبوك وعلى الانستجرام. اوكي. انا مبسوطه جدا، انا مبسوطه يعني مبسوطه ان كمان في مشروبات، في حاجات بتدعم مع الكورس. الاهم واللي عاجبني اكتر حاجه ان انا بتابع مع دكتور متخصص في الحاجه اللي تعباني دي، او أكيد. الحاجه اللي مضايقاني. كمان بتزيد من الثقافه التغذيه بالنسبه لنا، ان احنا بنفهم حاجات ازاي نعمل اكلنا، ازاي نتعامل طبعا. وفي نفس الوقت ايه اللي صح لينا ولجسمنا نفهمه اكتر. اكيد طبعا. انا بشكرك يا دكتور مي بجد. اسمحوا لي اشكر دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لدى شركه اون تارجت فارما. شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. طبعا شكر خاص لكل متابعيني الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقة جديدة، أتمنى من الله ولا يكتر على الله، أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.